الدنيا تتقلب فيها أحوال الناس، ناس تحت التراب تزورنا في المنام، وناس فوق التراب لا ترد علينا السلام. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن كهفا ويشرح الله صدرك، قد تكون أبيضا ويستحلك السواد، وقد تكون أسودا ويشع منك النور، قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة، قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك، قد ترى أغنياء ويرتشون وفقراء ويتصدقون. لهذا سماها ربنا عز وجل دنيا وليست عليا. إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق. وعندما يطعن الطيبون في قلوبهم يتوعدون بالانتقام، وحين تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرخ ضمائرهم العفو عند المقدرة. ولا تحكم على مستقبلك من الآن، فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم، وصحيح أن كيدهن عظيم، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستعذ من كيد النساء، بل استعاذ من قهر الرجال. ستبقى في دائرة الضياع والأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك. الصلاة مقرونة بالفلاح، حي على الفلاح، فكيف يفلح من لا يصلي؟ ولك الحرية أن تكره أفعال شخص ما، ولكن ليس من حقك أن تشوه سمعة من كرهت وانتظر الفرج وكأنك على موعد معه. إن يتأخر الفرج لا يعني أنه لن يأتي، فأقدار الله مبطنة بالرحمات، ولكننا قوم مستعجلون، ومحال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. وسألوا حكيما من تحب أكثر، أخاك أم صديقك؟ فقال أحب أخي حينما يكون صديقي، وأحب صديقي حينما يكون أخي.